السلام عليكم. للأسف يتوقف قطار الأهلي ويكتفي فايلر بسلسلة انتصارات 16 ماتش بس، عشان يفضل الساحل مانويل جوزيه هو صاحب أطول سلسلة انتصارات في الدوري المصري، 17 فوز. مش سهل برضه تحط اسمك جنب جوزيه، ده التاريخ نفسه يا جدع. قبل أي حاجة كده بس عايزين نتكلم في نقطة، الأهلي لعب ماتش مصيري يوم السبت مع سان داونز، وجه النهاردة اتحط له الماتش بتاع الدوري يوم الأربع مع سموحة. تمام، الزمالك بقى لعب الماتش بتاعه كان يوم الجمعة مع الترجي قبل الأهلي بيوم، واتحط له الماتش بتاع الدوري مع الاتحاد يوم الخميس. طب ازاي؟ يعني كده الأهلي ريح 3 أيام منهم السفر والزمالك يريح 5 أيام؟ طب ما أنت كان ممكن تعكس الماتشين، تخلي الزمالك هو اللي يلعب الأربعاء والأهلي هو اللي يلعب الخميس، يبقى كل فرقة من الاتنين ريحت 4 أيام. طيب لو كان العكس هو اللي حصل، والأهلي هو اللي مريح 5 أيام والزمالك هو اللي مريح 3 أيام، كنا سمعنا بقى جو المؤامرات الكونية وإحنا بنحارب دولة واتحاد كرة أهلاوي والكلام اللي ما بنخلصش منه ده. نخش بقى في الماتش. بدأ فاينل الماتش بالشناوي في حراسة المرمى، احمد فتحي باك يمين، ايمن اشرف باك شمال، اتنين مساكين رامي ربيعه واحمد فتحي، اتنين ديفندرات في نص الملعب اتعودنا عليهم ديانج وعمرو السوليه، ثلاثه تحت المهاجم احمد الشيخ، مجدي قفشه، حسين الشحات، والمهاجم مروان محسن. بدا الشوط الاول طبعا لعيبه الاهلي باين عليها الاجهاد جدا، لعيبه سموحه نازله بتعمل عليك ضغط عالي من نص ملعبك، بتضغط على لعيبه نص الملعب مش مديك فرصه تخرج بالكره من ورا لقدام، فبتضطر تعتمد على الكور الطويله اللي بتكون في متناول رجب نبيل وكوفي اللي هايلين في الكره العاليه. في الدقيقه 8 هجمه خطيره جدا لسموحه من الناحيه الشمال اليمين بتاعتنا اللي كانوا مركزين عليها جدا النهارده، الكره بتترفع انفراد تقريبا، بيشوط الكره وحش جدا، استهتار غريب من محمد الشناوي كده وغلطه غريبه، بتترد الكره من ايديه محمد طلعت بيجيبها لكن بيصلح غلطه وبيصد كره انفراد. بعد كده بيبدا الاهلي اول هجمه ليه في الدقيقه 13، ايمن اشرف بياخد كره فرديه بيقطعها وبيكمل فيها وبيشوط كره كويسه بتخرج ضربه ركنيه، كانت اول كره خطر للاهلي في الشوط الاول. بعد كده الشوط في منتهى العقم من النادي الاهلي، الشوط الاهلي مش قادر يلاقي فيه اي حلول، مش قادر يعمل اي هجوم على سموحه، جالك فاولات كتير قوي من على 18 لكن الفاول عندها تحس ان هو رمي التماس، يعني مفيش اي فرق بينه وبين الاوت عادي، كره ملهاش اي لازمه، جالنا فاولات كتير، كره بتتشط في السماء، كره بتتشط في الحيطه، كره بتتباصى بتترفع في ال 18، مفيش اي خطوره من الفاولات بتحصل طالما علي معلول مش موجود في الملعب. وفي اخر الشوط في كره مهمه محمد الشناوي بيلعب كره طويله بتروح انفراد كامل لحسين الشحات، ما بيقدرش يسيطر عليها قدام الجون، حسين الشحات بقاله فتره في اسوأ نسخه ليه. في حاجه كده بس عايزين نركز عليها، في الشوط الاول الحكم ادى وقت ضايع دقيقه واحده، دقيقة واحدة بس وقت بدل ضايع، في الدقيقة 47 يعني فات دقيقتين من الوقت الضايع، كورنر لسموحة، القانون بيقول إن أي كورة في الماتش فاول كورنر أيا كان الحكم يقدر يصفر وينهي الماتش لو الوقت الضايع انتهى. فأنت فات دقيقتين من الوقت الضايع وكورة كورنر المفروض تصفر عادي، الحاجة الوحيدة اللي ما تصفرش فيها لو ضربة جزاء، فالمفروض الحكم يصفر عادي والحكم بيكمل الكورنر وبيتلعب الكورنر وبتخرج الكورة وبيصفر قبل الدقيقة 48، يعني ساب فوق الدقيقتين ونص وهو مدي دقيقة واحدة. طب لو كان العكس بقى وحصل الكلام ده للاهلي وكورنر بعد الوقت الضايع ما خلص والكره اترفعت وكانت جون، كانت الدنيا خربت. الفكره ان الحاجات دي زي ما بتحصل لك بتحصل عليك، بس الاهلي بيعرف يستغل الحاجات دي وبيعرف يخلص في اخر الماتش، فبتظهر جدا ويقعدوا يقولوا الاهلي جاب جول بعد الوقت الضايع والكلام ده، لكن بتحصل عليك هي بس ما بتخلصش فما بتتذكرش. يخلص الشوط الاول شوط من اسوأ اشواط الاهلي، حماده صدقي قدر يعمل اللي هو عايزه ويمشي الماتش زي ما هو عايزه ويخرج بالشوط الاول 0-0. يبدا الشوط الثاني، وفي اول الشوط الثاني كره مشتركه بين مروان محسن ورجب نبيل، بياخدها مروان على صدره وبيروح بها انفراد، رجب نبيل رافع رجليه عالي جدا وبيخبط مروان محسن، كره تستحق انذار ثاني لرجب نبيل وطرد وكره فاول، الحكم بيتغاضى عنها وبيمشي الكره عادي جدا. الكره كانت كفيله تغير المباراه تماما لان طرد الرجب نبيل في اول الشوط الثاني كان هيدي افضليه كبيره جدا للنادي الاهلي والماتش كان هيخلص بسهوله لصالح النادي الاهلي. وفي الدقيقه 57 فايلر بيعمل تغييرين دفعه واحده، بينزل وليد سليمان بدل حسين الشحات السيء جدا في المباراه، وبينزل ايلو بادجي بدل مجدي قفشه اللي لياقته بتقل في الشوط الثاني، بس مجدي قفشه ملوش بديل في الاهلي غير صالح جمعه، بس لما بتخرج مجدي قفشه من النص انت بتغير فكرك تماما وبتغير ستايل لعبك تماما، والاهلي بيبقى احسن كتير قوي لما بيلعب بصانع العاب، وصانع العاب في الاهلي يا مجدي قفشه يا صالح جمعه بس. وفي الدقيقه 62 محمد هاني بيرفع كره خطيره قوي بتيجي لاحمد الشيخ في السكس يارد، بتخبط في صدره كده بشكل غريب وبتروح الكره في ايد الجون اللي هي لو كان لعبها بدماغه كره جون 100%، لكن احمد الشيخ كالعاده رعونه كبيره جدا في انهاء الهجمات. وفي الدقيقه 69 يوسف ديوب بيطلع صاروخ من رجليه جون من احلى جون الدوري، ما يتسالش عنها طبعا خالص محمد الشناوي، وكره حتى بعيد اللي هو ما تقدرش تقول الديفندرات سايبينه يشوط ليه، هي مهاره فرديه بس من يوسف ديوب بيشوط كره صاروخ والجون الاول لسموحه. بعدها كمان بتتصعب الدنيا اكتر بطرد رامي ربيعه مستحق 100%، بيمنع انفراد وبياخد ريسك كبير جدا بانه يطرد في الدقيقه 75، يا اما يطرد في الدقيقه 75 ويمنع جون، يا اما كان يسيب الكوره انفراد كامل مع محمد الشناوي. يعني في وقت زي ده
هو لو كان ساب الكرة تعدي كان انفراد كامل محمد الشناوي، النسبة الأكبر إن الكرة كانت هتكون جول 2-0 في الدقيقة 75. بحالة الأهلي دي ما أعتقدش أبدا إن الأهلي كان يقدر يفوز، أو صعب كمان إن هو كان يتعادل، فهو بياخد ريسك كبير قوي وبيطرد في الدقيقة 75 والأهلي يكمل 15 دقيقة والوقت الضايع ناقص لعيب. وفي الدقيقة 79 كرة مهمة جدا لازم نقف عندها، كورنر من الناحية الشمال بينفذها أحمد الشيخ، بيلعب كرة تقريبا في نص الملعب بعد كده بترجع عند محمد الشناوي عند الجول. يعني ده كورنر، الكورنر ده المفروض هجمه خطيره جدا او فرصه جول، لكن انت بتلعب الكورنر انه يرجع لحد محمد الشناوي. ازاي ما فيش جمله معينه بتتنفذ في الكورنر؟ انا مش فاكر اخر مره الاهلي جاب جول من كورنر امتى، على الرغم ان انت عندك لعيبه كتير المفروض ان هي بتلعب بدماغها في الملعب. يعني كان عندك في الملعب عمرو السوليه المفروض ان هو بيلعب بدماغه، ايمن اشرف المفروض بيلعب بدماغه، وعندك مروان محسن وايلو بادجي، فالمفروض الكره دي ترفع في ال 18 او يكون في فكره معينه بتتنفذ في الكورنر، لكن الكورنر ارجع بيه لحد حارس المرمى حاجه غريبه جدا. وفي الدقيقة 82 بيخرج أحمد الشيخ أخيرا وينزل مكانه محمد محمود ويدخل أيمن أشرف جنب أحمد فتحي ورا. وفي آخر الماتش في الدقيقة 90 الفار في أول ماتشاته للنادي الأهلي في الدوري بيحسب ضربة جزاء صحيحة 100% وطرد لمحمد كوفي. الحمد لله على وجود الفار اللي حقق النهارده العداله للنادي الاهلي وخلانا نتعادل وناخد نقطه من الماتش اللي في عدم وجود الفار النهارده الاهلي كانت هتكون دي الهزيمه الاولى ليه، ضربه جزاء ويخش شوطها عمرو السوليه ويخلص الماتش 1-1. عموما بقى الاهلي عمل ماتش من اسوا ماتشاته، اللعيبه باين ان هي مجهده جدا، فريق نازل بيضغط عليك عالي ومتمركز صح جدا، مش قادر ان انت تخترق ومش قادر ان انت تعمل هجمات. المفروض ان انت في الوقت ده بتلجأ للوينجات بتاعتك اللي هي المفروض بتساعدك وبتقدر تعمل لك حلول فرديه واحد على واحد وبتفتح لك عرض الملعب، لكن انت كان عندك الوينجين النهارده احمد الشيخ وحسين الشحات، كل واحد فيهم محتاج اللي يساعده اصلا، غير ان انت بادئ الماتش بمروان محسن اللي هو تقريبا بتلعب من غير مهاجم. يعني مروان محسن النهارده لعب 95 دقيقه ما شطش كره على الجول، ما عملش محاوله واحده في الماتش. مروان محسن بيعدي عليه ماتش واثنين وثلاثه ممكن ما يعملش محاوله واحده على الجول. انت متخيل ان المهاجم بتاعك ما بيعملش اصلا محاولات على الجول؟ مش اللي هو بيضيع او بيجيب جوال، لا لا لا، ما بيعملش محاولات على الجول اصلا. انا بصراحه مش فاكر اصلا مروان محسن اخر جول جابه امتى. يا ريت بقى مروان محسن يقعد على الدكه شويه وفايلر كل الماتشات الجايه يلعب بايلو بادجي اللي واضح جدا ان هو عنده امكانيات عاليه بس محتاج ياخد وقت اطول. انت بتنزله اخر ربع ساعه في الماتش، اخر 10 دقائق في الماتش، اخر تلت ساعه في الماتش، والدنيا اصلا متكهربة واللعيبه مرصوصه ورا وقافله جدا على الاهلي والاهلي مطرود منه واحد، صعب جدا ان هو يبان بشكل مميز. كده كده الاهلي في الدوري بعيد جدا عن كل المنافسين، احنا زعلنا بس قوي النهارده على قطع سلسله الانتصارات اللي كان ممكن فايلر يعادل فيها رقم مانويل جوزيه، وكان ممكن عنده فرصه ان هو يعدي مانويل جوزيه كمان، لكن الظاهر ان الموضوع صعب. دلوقتي بقى عندك تارجت جديد ان انت تكمل الدوري بدوري لا هزيمه، والاهلي يقدر يعمل ده حتى وانت بتريح لعيبه كتير وبتعمل روتيشن للعيبه، لان مستوى الاهلي فارق كتير قوي عن مستوى باقي الفرق كلها. يا ريت بقى تعمل لايك للفيديو وتقولي رايك في كومنت، ولو لسه ما اشتركتش في القناه تعمل سبسكرايب. سلام.